كل حاجة هنلاقيها النهاردة وهتلاقوها حضراتكم في هذا الفيديو عن توقعات ليلى عبد اللطيف اللي قالتها مع رجا ناصر الدين في فيديو على قناتها الرسميه ليلى عبد اللطيف اللي بنوجه لها كل التقدير والتحيه أه قبل ما نبدا بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس وده اللي انا قلته في بدايه الفيديو ان انا رحبت بحضراتكم وقلت ان احنا هنتكلم عن توقعات ليلى عبد اللطيف وبرجو من كل الناس اللي سمعانا انها تشترك في القناه لو عجبها فكره القناه ومحتواها ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير تعالوا مع بعض نشوف حاجه حاجه كده هي قالتها ليلى عبد اللطيف اولا هنبدا بالتوقعات العربيه مش خاصة بدولة معينة ولكن نقدر نقول ان التوقعات دي خاصة بجميع الدول خلال 2022 باختصار شديد قالت اهم توقع بالنسبة لي في الموضوع انها شايفة ضربة عسكرية متبادلة بين ايران والعدو الاسرائيلي اتية لا محالة خلال المرحلة القادمة وتداعيات هذه الضربة تؤثر على بعض الدول العربية وخاصة لبنان نظرا طبعا ان في حزب الله اللبناني وهو تابع لدولة ايران الانظار والاعلام على جبل الخليل في قلب فلسطين المحتلة ولحدث مؤسف والمرشد الروحي السيد علي السيستاني سيكون حديث الناس والإعلام وستكون الأنظار علي منزل السيد السيستاني لحدث مهم لكن محددتش ايه هو الحدث بالظبط أيضا سفاره لدوله عربيه هتشهد خطه أمنيه مش الدوله نفسها السفاره بتاعت دوله عربيه هتشهد خطه أمنيه وأعمال فوضي وشغب علي أبوابها وقوات الأمن في هذه الدوله تستعد وتتدخل وسنرى قتلى وجرحى على ابواب هذه السفاره لكن الدوله نفسها هي ما حددتش ان كانت دوله عربيه اخرى ام اجنبيه فربنا يستر طبعا من الموضوع لان التوقع نفسه خطير وقالت كمان حدث رياضي مميز وكبير سنشاهده قريبا وستكون في مصر هي الحدث وهنقول مع جمهور مبروك لأم الدنيا ممكن الحدث ده او التوقع ده ليه دعوة أمم افريقيا بس اه احنا ما وصلناش للكاس وما كسبناش بس انا بالنسبة لي وصلنا للمركز الثاني ده فخر برضو وحاجة كبيرة وممكن تكون ليلى عبد اللطيف تقصد على نهايات كاس العالم محدش عارف كلنا عارفين ان كاس العالم السنة دي برضو في قطر فنيا حاجه بسيطه جدا هي المره دي اتكلمت عن ياسمين عبد العزيز الفنانه المصريه قالت ان احنا هنشوفها في دور سينمائي كبير وجديد يذكرنا باعمال سندريلا الشاشه الفنانه الراحله سعاد حسني من حيث الاداء والاستعراض الفني المميز ولا استبعد دخول الفنانه ياسمين عبد العزيز الى الشاشه الصغيره من خلال مسلسل هتحصد من خلاله نجاح مميز وعدت جوائز فنيه على ادائها الرائع وحمد لله على سلامتك كمان قالت انه هيتعمل في مصر شارع باسم سيده الشاشه فاتن حمامه وكمان شارع باسم الفنان عادل امام الله يطول في عمره طيب ده بالنسبه للتوقعات اللي نقدر نقول عليها عربيه بالنسبه لدول العالم الغربي اتكلمت عن كذا دوله والتوقعات دي مهمه جدا للجاليات العربيه الموجوده في تلك الدول أول دولة هي كندا قالت ستشهد كندا والأول مرة شوارع خالية والناس بتلتزم بيوتها في عدة مناطق كندية وذلك من جراء حصول حدث مؤسف وسوف تستقبل كندا عددا كبيرا من المهاجرين والنازحين من الحروب وسنرى أعداد كبيرة تتقدم للحصول على الجنسية أو الهجرة لكندا وسنرى الحكومة الكندية تقوم بتسهيل هذه الإجراءات تضامنا وتعاطفا مع هذه الشعوب أو العائلات المنكوبة وبتساعدهم على لم الشم من زمن الزمن كندا فتح أبوابها للاجئين من كل الأنواع ودايما بيروحوا كندا وبيلاقوا عيشة كويسة وبيلاقوا ناس لو في ناس يعني تعبانة نفسيا من الحروب والمشاكل بتلاقي دعم نفسي وبتلاقي كمان اشغال وبيوت الى حد ما الحياه احسن بكتير في كندا الدوله الحياه متقدمه جدا وكويسه بس ربنا يستر عليها طبعا من الكوارث اللي هي قالت عليها او المشاكل اللي هتيجي عليها في السنه 22 وقالت كمان ستشهد كندا خلال عام 22 حشود وتجمعات غاضبه وارى بعض الشخصيات الكنديه المرموقه تصاب بالاذى وتتعرض للاعتداء بسبب هذا الحدث والشخصية دي او الشخصيات دي ممكن كمان نشوفها بتقدم استقالتها اما عن بريطانيا بيشهد الوسط الدبلوماسي البريطاني عدة استقالات سياسية وشخصيات مهمة في مناصب حساسة وذلك بسبب حصول كارثة انسانية او جراء حدث مؤسف وبعض الشخصيات الكبيرة والمهمة في بريطانيا خاصة في أواسط العيلة الملكية من الأمراء سيكون تحت دائرة الخطر الصحي وذلك أقول لهم أن ينتبهوا جيدا من كورونا لإني أرى أحد هؤلاء الأمراء في المستشفى وفي حالة حرجة أما عن فرنسا أرى أن المتحور أوميكرون سوف يتفشى وينتشر انتشارا كبيرا في معظم مناطق ومدن فرنسا وذلك خلال المرحله الراهنه ، ربنا يستر طبعا في جاليه كبيره جدا من العرب عايشين في فرنسا خدوا بالكم يا جماعه من هذا المرض وسنشهد حدث مؤسف في احد الاماكن الفرنسيه ونري الرئيس مكرون يتفقد هذه الاماكن وقد نسمع عن الرئيس مكرون كلمه او خطاب مهم وغير مسبوق المظاهرات والفوضى تعود إلى الشارع الفرنسي من جديد بسبب حدث مؤسف وسنرى المواجهات تشتعل بين الشرطة الفرنسية وبين حشود وأعداد غاضبة من الجالية الجزائرية المقيمين في فرنسا خدوا بالكم وياريت متتورطوش في مشاكل إلى أه حد كبير علشان الشرطة للأسف بتكون قاسية جدا في التعامل مع المظاهرات حتى لو سلمية وما اي حاجه بيتعاملوا بعنف مع الناس فما بالكم بيتعاملوا بعنف مع الفرنسيين فما يعني هيعملوا ايه بقى مع الجزائريين او العرب فخدوا بالكم سوف يصدر في فرنسا قوانين جديده تصب في مصلحه الفرنسي او الفرنسيين وخاصه في مشكله البطاله والهجره ده بالنسبة لفرنسا أما عن دولة السويد سوف تشهد السويد أزمة اقتصادية حادة ويترافق معها ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير مسبوق وخاصة أسعار المحروقات يعني البترول والمواد الاستهلاكيه وستواجه الأنظار أو ستتوجه الأنظار ومعها الإعلام صوب محطة قطار بالسويد بسبب حدث مؤسف وأري نسبة حالات الإنتحار بتترفع في السويد بشكل غير ملحوظ ومثير للقلق بشكل ملحوظ معذرة ومثير للقلق حتى يصبح حديث للإعلام هناك يا جماعة بينتحروا من كتر الملل من كتر الرفاهية يعني في دراسة معمولة ان الناس بتنتحر في دولة السويد من الملل اللي هم عايزين يشوفوا حاجة جديدة الناس يفت العالم وعايشة في حياة رفاهية وبينتحر عشان مش عارفين يعملوا ايه تاني الكلام ده طبعا مش لكل الناس اللي موجودة في السويد ولكن لفئة معينة بالنسبه كمان للسويد قالت لاله عبد اللطيف ان نسبه البطاله هتزيد في السويد والحكومه سوف تتخذ اجراءات اقتصاديه كبيره وحاسمه اما عن استراليا الحياه توقعات الى حد ما سلبيه ولكن فيها بعض الايجابيات للاسف الشديد سوف تشهد استراليا المزيد من الكوارث الطبيعيه خلال 22 والمزيد من الحرائق في المناطق الاستراليه وأري أن ارتفاع درجات الحرارة سوف يتسبب في انتشار فيروس جديد ونوع من الحشرات قد نراها لأول مرة في استراليا وبتنتشر في الجو لفترة من الزمن وفي المقابل ستبقي بعض المدن والمناطق الكبيرة بعيدة عن الحرائق والكوارث وهذه المناطق سنراها بتزدهر بقوة وبتستقبل حركة نزوح كبيرة من المناطق المنكوبة وهنا أرى الحكومة الأسترالية تستنفر بكل إمكانياتها لتساعد المناطق الأسترالية المتضررة ومساعدة الناس في تخطي هذه الكارثة أما عن دولة أسبانيا اللي بتحبها جدا السيدة ليلى عبد اللطيف وأنا طبعا من محبين أسبانيا واللغة الأسبانية قالت الأنظار والإعلام على ملك أسبانيا فيليب السادس ولحدث مهم وستشهد أسبانيا حداد رسمي بسبب رحيل شخصية أسبانية مهمة ومعروفة والأمن الأسباني سوف يحبط عملية إرهابية قبل حصولها والأمن الأسباني في قلب الحدث واستثمار كثير من العرب داخل الأراضي الأسبانية في مجال بقى السياحة في شراء الأراضي أو العقارات شايفة حركة كبيرة من الاستثمارات خصوصا من العرب والخليجيين داخل أسبانيا بالنسبه للتوقعات المهمه والخطيره اللي تخص العالم ككل قالت إن العالم هيشهد في السنوات القادمه المزيد من صناعه الفيروسات الشديده والخطيره والجرثوميه والقاتلة والحروب الجرثوميه تدق ناقوس الخطر في المراحل أو السنوات القادمه وبالرغم من انتهاء العالم من كورونا ولكن لم تنتهي من متحورتها وخلال السنوات القادمه سنشهد المزيد من الفيروسات اللي هتكون اكتر من الحروب يعني احنا الحروب بالنسبه لموضوع الفيروسات دي او الحرب الجرثوميه ولا حاجه قدام آه هذه المشاكل وأرى بعض الدول في العالم تستعين بالروبوت لتقديم نشرات الاخبار على التلفزيون عوضا عن الاعلاميين في العالم خلال السنوات القادمه يعني في المستقبل وعام 22 هو عام الخطر او شبح الاختيالات نسميه كده شبح الاختيالات حول العالم وتلك الاختيالات قد تطال شخصيات كبيره ومهمه من هذه العمليات سوف نشهد عمليه اختيال وهي عباره عن عسكر يختال عسكر ولكن مش عارفه فين وامتى ولكن انا رايي عسكر يختال عسكر يعني ده حرب معنى لما نقول كده يعني جيش قصاد جيش فهل ممكن كلامها عن الحرب الاوكرانيه الروسيه الله اعلم شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم شامل توقعات كتيره جدا عن كذا دوله في العالم ما تنسوش بس الاشتراك لو عجبكم الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل الاشعارات الجديده بكل الفيديوهات اللي بتنزل وما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم شكرا واشوفكم خير Buenos días.